مساء الخير. يمكن القضية الكبرى التي نغفل عنها الآن هي أننا نتعامل مع الحالة المصرية كأنها حالة مستقلة بذاتها. عندما نتحدث عن مشاكل مصر نتحدث عن الخصوصية المصرية، وكأن مصر دون سواها هي حالة منفردة غريبة شاذة عن غيرها. العالم عرف كيف يتصرف في انقلابات، يتصرف في ثورات، يتصرف عقب ثورات، كيف يبني مؤسساته، يبني نظامه، يبني دولته، يبني مجتمعه، يبني اقتصاده بطرق ونماذج متعارف عليه. النظام الحكم الرشيد هو الذي يتعلم من تجارب العالم ويحاول أن يستقي منها الخبرات، يحاول أن يستفيد من الإيجابيات ويتجنب السلبيات، وينطلق من أرض الواقع ويحاول أن يوائم ما بين الواقع و النظرية والتجارب الأخرى. الحلقة اللي هنناقشها اليوم أو هنفتح فيها ملف اليوم تتحدث عن النماذج الأخرى أو النماذج العالمية في الخروج من أزمة ما بعد الثورة وبناء نظام جديد. ماذا فعل غيرنا في أمريكا اللاتينية، في باكستان، في تركيا، في العالم العربي، في أفريقيا؟ كيف استفادوا من أخطاء الغير؟ كيف استفادوا من عمليات ما بعد الثورة؟ استفادوا من التجارب التي وقع فيها غيرهم وأخفقوا، والتجارب التي عاشها غيرهم وأصلحوا واستطاعوا بناء دولة عصرية حديثة؟ هذا الموضوع نفتحه مع الخبراء بكل صراحة، بكل شجاعة، بكل حرية، وأيضا بهدوء. منذ قيام الثورة المصرية في يناير من عام 2011 وإعلان مبادئها حرية وعيش وعدالة اجتماعية وإسقاط النظام، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، وأعلن في بيان واضح أنه ليس بديلاً عن الشرعية، وأنه يقوم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية تقام فيها المؤسسات الدستورية، وقد تم بالفعل. التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيسا للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. بدأت الخطوات بإجراء انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشورى، ويجري حاليا إعداد الدستور، وأكد أنه سوف يسلم السلطة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، مما يطرح تساؤلات أهمها: هل يسلم المجلس الأعلى السلطة في موعدها كاملة، أم هل ينقل الحكم بصورة شكلية ويبقى متحكما طوال الوقت؟ في دول العالم نماذج متعددة لانتقال السلطة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، أبرزها النموذج التركي والنموذج الباكستاني والنموذج الإيراني ونموذج سوار الذهب في السودان ونماذج أخرى. حجم التشابه بين مصر وباكستان كبير من حيث عدد السكان والأغلبية المسلمة والصناعات ومستويات المعيشة والصراعات الداخلية، بل وفي تلقيهما للمعونة الأمريكية. العيون تتطلع في مصر للتجربة التركية، فهل يمكن أن تتحول مصر إلى تركيا ويترك العسكر الحكم للأحزاب المدنية؟ هل يمكن أن نجد في 30 يونيو القادم انتقالا كاملا للسلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة؟ مما يفتح الباب لتساؤلات عدة: ما هو النموذج الأقرب للظروف المصرية؟
وهل يمكن الاستفادة من نماذج العالم؟ أم أن التجربة المصرية في نقل السلطة سوف تتميز عن غيرها؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة. الدكتور أيمن نور، يمكن السؤال الأول هو لو ممكن أنك أنت تشوف نماذج من انتقالات العسكرية من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية، إيه أقرب النماذج اللي أنت شايف أن هي احتمال تتم؟ يعني عندنا النموذج الباكستاني، عندنا النموذج التركي، عندنا نموذج المشير سوار الذهب الذي سلم السلطة في موعده. بمناسبة المشير سوار الذهب، يعني رغم ان احنا عندنا امتدادات في حزب غد الثورة لها علاقة دائما بالسودان، ونساعد بعض الاحزاب السودانية الليبرالية، ورئيسة الحزب اللي احنا يعني في تآخي بيننا وبينه هي حفيدة سوار الذهب. لكن الحقيقة سمعت نقلا عنه، واتمنى الا يكون هذا صحيحا، في يوم من الايام قال ان انا سلمت السلطه لان ما كانش عندي فرصه للبقاء فيها، ما كانش عندي ثمن البنزين اللي احطه في المدرعات اللي ممكن تنزل تحميني جوه الخرطوم من خارج الخرطوم. لا، انا سالته السؤال ده وكان رايه ان هو رجل بطبعه يعني روحانيا زاهد، لا يريد اي سلطات في هذه الحياه، هو كان كل حلمه ان هو اخذ قسم على نفسه ان هو يسلم هذه السلطة، فقرر ان يسلمها في الموعد وفي التاريخ وفي المكان، بدليل انه يعني بعد ان حزم حقائبه ابتعد تماما عن اي مغنم سياسي وبيعيش حياته كلها الاعمال الخير. انا الحقيقة بقول ربنا يوهب مصر سوار ذهب جديد، وأتمنى أن يكون المشير محمد حسين طنطاوي هو سوار الذهب المصري، وهذا سيكون في ميزان حسناته وفي ميزان تاريخه رقم ضخم جدا. إحنا الحقيقة دايما كان عندنا مشاعر إيجابية تجاه الجيش. المعركة السياسية اللي بحكم دور المجلس الأعلى دخل فيها الحقيقة يعني أثرت شوية أو تركت بعض الظلال. بنتمنى أن الطريقة التي سيخرج بها الجيش والشياكة في هذه الطريقة والسرعة والحرص على النتائج تكون رصيد جديد يضاف إلى رصيد الجيش، واللي احنا بنعتقد أن لازم رصيده يزيد في المرحلة القادمة. مصر مش دولة عسكرية، مصر مش حتى باكستان. وانت بتسألني سؤال مهم، اي النماذج؟ انا الحقيقة مش قادر اقول لك نموذج، لان كل نموذج كان فيه كوارث خاصة بيه. يعني نفسي اقول لك النموذج التركي مثلا، خاصة وان دور الجيش بينحسر، بس مش قادر اقول لك ان انا حتى لما بتكلم عن النموذج التركي، في النموذج التركي قبل اردوغان وبعد اردوغان. انا عايز اقول لك ده، يعني انا ما اقول النموذج التركي فبيظهر قدامي كده ثلاث ارقام مفزعين، 180 رقم المادة بتاعت اللي في الدستور التركي اللي أعطت للجيش صلاحيات خطيرة جدا. أنا عايز الحالة التركية في الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مش الحالة التركية في ظل الحكم العسكري. يعني الحقيقة الصورة ما قبل الانتقال اللي بيحصل دلوقتي كانت صورة خطيرة جدا، وما كانتش موجودة في أي بلد تاني في العالم. باكستان حالة قريبة جدا لينا على فكرة، رغم ان النتائج اللي من دول شوية فيها بعض التعقيدات نتيجة المواقف السابقة الخاصة بأصل، بس بتلاقي في سلطتين، السلطة العسكرية والسلطة الدينية كمان، الاثنين موجودين. انا ما اعرفش احنا حديثنا ده هيبقى في تحت ايد الناس امتى او تحت نظر الناس امتى، لكن انا متأكد ان باكستان بتتأهب لأزمة جديدة، والجيش بيتوحم مرة أخرى على السلطة في باكستان، والصراع القائم بين القضاء وبين جيلاني وآصف زرداري
اظن ان هو صراع قريب قوي لحاجات هنا، شبه حاجات هنا كتير. وقصر زرداري رغم ان انا يعني لا اثق قوي في تاريخه او في مدى صدقيه او عدم صدقيه الاتهامات التي وجهت له في عهد مشرف، لكن الحقيقه ان انا يعني اشاطره بعض الراي ان القضاء احيانا كان يستخدم من قبل الاستبداد كوسيله من وسائل الاستبداد. الحاله الباكستانيه حاله في منتهى الخطوره في شكل صدام قادم، لان الحقيقه أصف زرداري يعني لولا وفاه زوجته اعتقد يعني ما كانش ممكن يكون له دور سياسي بهذا الحجم، فالدور اكبر من الشخص واكبر من دوره الوطني السابق على خروج مشرف. فباكستان بتمر بازمه، لذلك لا احب ان اشبه مصر بالحاله الباكستانيه، ولا احب ان اشبه اي شخص بأصف زرداري، وان كان هناك شبه بين مشرف وبين واحد مشرف دلوقتي خارج السلطه. طيب حضرتك دارس للعلوم السياسيه ودارس في الخارج في السوربون ولفيت العالم وتشوف تجارب دوليه كثيره موجوده، احنا اقرب لاي نماذج كان فيها انتقال سلطه عسكريه لسلطه مدنيه؟ يعني ممكن انك انت ترصد التجربه الباكستانيه، الاندونيسيه، الماليزيه، الايرانيه، السودانيه، احنا فين من ده؟ لا بص يا استاذ عماد، انا دايما اقول حتى لتلاميذي انهم لما بيعملوا الحاجات المقارنه لازم يبقى حاطط في ذهنه ان المجتمع اللي هو بيعيش فيه قد لا يكون يعني من غير المقبول حتى علميا نقل تجربه ولدت في اطار سياسي واجتماعي وثقافي وتاريخي مختلف عشان تقول هو ده النموذج. لا انا بتكلم على استنباط الدروس مش نقل من المودل. احنا يعني في كل التجربه بتاعتنا دي تجربه خاصه جدا وفريده جدا، وبالتالي يجب ان احنا ندرس التجارب الاخرى نشوف دروسها. أيوة. نستفيد من دروسها ونقول ايه اللي حصل، الارتباك اللي حصل في التجربه دي ايه، وفي التجربه دي وفي التجربه او اذا كان دي في فوائد يعني نتجنب الاختناقات، نتجنب المشكلات التي واجهتها، ونستفيد من الدروس المستفاده. زي موضوع انا درست مره مثلا التجربه يعني لا بحاجه تانية خالص، لكن التجربه الاوروبيه، احنا بنتكلم على الوحده العربيه او بنتكلم على التكامل من قبل أوروبا دي ما تشتغل في موضوع الوحدة ده خالص. لكن أنا كتبت كتاب اسمه الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة العربية، وكان قصدي أفهم في الكتاب كيف استطاعت أوروبا أن تصل إلى ما وصلت إليه، وما هي العوامل الأساسية عشان العرب وهم بيبصوا لهذه التجربة يستفيدوا بقى ما هي العناصر التي صنعت نجاح التجربة الأوروبية، ويحاولوا يستفيدوا منها، مش انهم ينقلوها. طيب لان في حالتنا نقل سلطه عسكريه الى سلطه مدنيه، النقل بقى احنا بنقول انه المشاكل ما انت دلوقتي اصلك انت قطعت نص المشوار بالزبط. او اكتر من نص المشوار، وبالتالي فالمطلوب الان هو هل المشاكل اللي ظهرت عندنا مختلفه ولا هي دي تكرارات لمشاكل تقليديه لا بتحصل؟ كل التجارب التحول الديمقراطي في جميع دول العالم وهي كثيره جدا، بعضها في افريقيا، بعضها في امريكا اللاتينيه، بعضها في اسيا، كل تجربه لها خصوصيتها، لكن في جزء مشترك انه باستمرار في ارتباك، في مشاكل، في رده، في بعض الاحيان بتنطلق التجربه الديمقراطيه ثم تعود الى الانتكاس مره اخرى، وبالتالي مطلوب انك انت تستفيد تشوف الانتكاس ده حصل ليه في اني تجارب، وهل ده يرجع إلى خصوصية البلد دي بالذات ثقافيا واجتماعيا وسياسيا إلى آخره، أم أنك أنت عندك حاجة يعني تقدر تسمح لك بتلافي هذه العيوب. اللي أنا عايز أقوله دلوقتي أنك التوصيف واضح جدا، وبالتالي أنت حتى مش محتاج ترجع أصلك أنت مش هتعيد البكرة، يعني أنت البكرة دلوقتي خيوطها ملتبسة، أنت عايز تفكها تاني علشان تعيد رصها بطريقة معينة، إما أن يعني أقوم بكتابة أنجح في الاستفادة من الوقت بطريقة رشيدة بحيث أنتهي من كتابة الدستور ومش سلق بيض، لا ده أنت ممكن تعمل دستور محترم جدا ويعني دارس فيه كل واخد من دستور 54 ودرس، واخد من دستور 71 ودرس، واخد من كل التجارب المختلفة بس لازم تختار، يعني الأحزاب تقعد مع بعضها وتقول نمرة واحد
علاقة الدولة بالدين، هاخد نص المادة 2 كما هي وانتهي من هذا الموضوع وانتقل إلى شيء آخر، أم أن أنا عايز أضيف أم أحذف؟ هل أنت عايز تنتخب تعمل نظام برلماني صرف، ولا نظام رئاسي صرف، ولا نظام مختلط زي النظام الفرنسي؟ هناك تجارب مثل التجارب الباكستانية أو التجارب التركية ما قبل أردوغان، أنه تبلى نقل السلطة من سلطة عسكرية إلى مدنيين، كان فيها المؤسسة العسكرية لا تحكم لكنها وفق نصوص دستورية أو قوة أمر واقع تتحكم، يعني تتحكم لكن لا تحكم. أنا أعتقد أنه هذا السيناريو وفق للأوضاع الحالية في مصر ممكن يكون هو أقرب للحقيقة، بمعنى أنه أن أتصور أن السلطة التي هي الآن بيد المجلس العسكري سوف تنتقل بين عشية وضحاها إلى قوة مدنية بشكل كامل، هذا كلام خيالي أو كلام يصعب تحققه عمليا، ودي مسألة بتؤكدها تجارب كل العالم كما ذكرت، زي ما ذكرت تركيا، ذكرت باكستان، مصر نفسها بعد 23 يوليو. إذا مسألة نقل السلطة بعد استيلاء الجيش عليها لفترة مسألة معقدة أكثر بكثير مما نتصور. أن يتصور الناس أن أولئك الذين حكموا لفترة معينة ثم يأخذوا قرارا بأن يعودوا إلى سكنتهم ويعود كل منهم إلى عمله الطبيعي وكأن شيئا لم يحدث، هذا كلام خيالي. إنما قطعا كلما أديرت المسألة بشكل دستوري ومنظم وفق قواعد محددة يتراضى عليها الجميع، كلما أمكن أو كلما كان يمكن من يعني تصور أن تتم فعل عملية النقل بشكل معقول. حتى الآن أنا في الحالة المصرية لست أرى هذه القواعد التي يمكن أن نضمن بها أن تتم بشكل كامل. طيب، هناك تجارب عالمية حدث فيها انتقال السلطة العسكرية إلى سلطة مدنية لكنها كانت منقوصة وليست كاملة، أو كانت بالتعبير المهذب مرحلية. نعم. أو أن هم جاءوا بشخصية تحكم البلاد لكن سواء بصيغة دستورية أو بتفاهم جنتلمان هناك اتفاق على أنه الرئيس الموجود هو ممثل لهذه المؤسسة أو لهذه القوة في البلاد. نعم. إذا ما حدث ذلك كيف ترى صورة الأمور؟ هو هرجع أقول تاني، يعني يمكن أنا عندي الكثير من التفاؤل والأمل. أولا يعني أنا شعرت، وده شعور شخصي، أني فعلا المجلس العسكري يرغب في نقل السلطة كاملة لسلطة مدنية. في تجارب شعوب طبعا كثيرة جدا، يمكن أنا كان في التجربة الباكستانية، باكستان ما أنا لسه يعني احنا الاثنين بننطقها في نفس واحد، هو فعلا التجربة الباكستانية بس تجربة سيئة جدا، أنا بعتبرها تجربة سيئة للغاية. يعني لا يحتذى به، لا طبعا يعني أأمن من الله، وهي إن شاء الله مش هتحصل، وهي كانت صيغة جيش وطيارات دينية. طبعا خلطة، يعني هي الخلطة البعض كان بيحاول إنه يشبهنا بالتجربة دي أو حتى بالتجربة التركية، بس التجربة التركية على النقيض تماما، وبس فيها برضو المؤسسة العسكرية يمكن مسيطرة أكثر، وبرضو في حزب العدالة التركي. لكن أقدر أقول لسعادتك إن إحنا ولا كده ولا كده، المصريين لهم تجربتهم الخاصة، المصري له شخصيته المستقلة، الشعب المصري أو مصر هي عبارة عن بوتقة لكل الحضارات، سهرت كل الحضارات في داخل ما يسمى بالإنسان المصري، فالإنسان المصري هو عبارة عن خليط رائع من الحضارات، له ثقافته المستقلة، له شخصيته المستقلة، له تجربته المستقلة. عشان كده احنا هنرفض كل هذه التجارب. نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة سوف يتم بحذافيره. هل هناك بعض الاتفاقات السرية أو غير المعلنة؟ أو قد يكون، ولكن الشعب المصري يرفض تماما غير أن يكون سلطته المنتخبة اللي اختارها بإرادته الحرة تمارس سلطتها كاملة. ليه؟ لأن الشعب المصري
من اختاره سوف يتم محاسبته حسابا عسيرا إذا أخطأ، ويتم مكافأته والشكر لي إذا أحسن. فلن نقبل أن يقول أن هو لا، أصل الجيش يعني زي ما عمل رئيس الوزراء السابق مع كامل احترامي لي الدكتور عصام شرف، قال أصل أنا ما كنتش واخد صلاحياتي كاملة، قلنا له أقدم استقالتك. فلن نقبل أن يكون السلطة المدنية المنتخبة تقول لنا في يوم من الأيام أن سلطتها منتقصة. هنحاسبها، وهنحاسبها حساب عسير جدا، نقول لها كنت قولنا. فعشان كده أرجع وأقول أن مصر هي تجربة فريدة وحالة فريدة، والإنسان المصري هو شخصية فريدة.